السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشوف إزاي نضيف النباتات في برنامج تويت موشن. ممكن أجي من هنا وأقول له أنا عايز أضيف نباتات، فبيجيب لي مجموعة كبيرة من النباتات، أبدأ أختار منها وأحط زي ما أنا عايز. أقدر أتحكم في السايز بتاعها بحيث إن أنا أصغر وأكبر. ممكن أختار الموسم بتاعها، وليكن مثلا في الصيف هتبقى غير الخريف، النباتات هتقل وهكذا. ممكن أقول له عايز في تأثيرات للرياح ولا لأ. ممكن أعمل سيلكت على أي واحدة فيهم وأقول له شيفت وأدوس على البقرة في النص على أساس إن أنا ألف حواليها. أقدر أعمل سيلكت ليها أهيت وأقول له أنا عايز أنقلها بالشكل دوت أو عايز أغير المكان بتاعها. ممكن أدوس شيفت على أساس إنها تتكرر معايا. لما أدوس شيفت جاب لي رسالة دي، هل أنت عايز تنقل تاخد كوبي انستنس ولا كوبي ولا عايز كم مرة، المسافة بينهم قد ايه، فهتلاقيه قرر لي النباتات 6 مرات اهمت. كل واحد فيهم ممكن تعمل سيلكت عليها وتغير المكان بتاعها او تضغط ديليت لو انت حابب، او ممكن تضيف النباتات برضو من هنا. لو دوست على السهم دوت هيبدأ يجيب لك القايمة بتاعة اللايبراري، تقدر تختار منها النباتات اللي انت عايزها بالشكل دوت.